مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. ارحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الخامس للابكار اللقاية المحليات. ترحيبنا بكل الشعارات الحاضرة والمتواجدة مباشرة مع المركز الاول لأتابع مسير راشد بن سالم بن علي الغيلاني من يقدم مسيره، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات اعياد وصلت عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث التدخل من وبره هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع الحضور من الحذرة احمد بن علي بو نواس الاكتبي. مرحبا يا بو نواس، مرحبا مرحبا بهذا الشعار. المركز الخامس، اتابع في هذه اللحظات انطلاقة الناوية عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري هو القادم في هذه اللحظات، بينما المركز السادس الحضور من النهضة محمد بن ناصر آل مشيط المري قادما بو ناصر يحمل لنا شعاره في هذه اللحظات ليقدم النهضة. المركز السابع الحضور من سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هو الحاضر، بينما المركز الثامن القدوم والحضور اتابع جبار مبارك بن نصيب باللويع العامري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع القدوم من الفارعة سعيد بن سعد بن حمد بن حمرور العامري هو القادم، بينما المركز التاسع الحاضرة لجة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، والمركز العاشر اختتم هذا النداء مع وجود سيف بن علي بن سالم العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة النجوم. اعود والعود احمد الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. الغيلاني ما زال مع الصدارة في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره، يقدم مسيره. راشد بن سالم بن علي الغيلاني بن عفصان قادم مع المركز الثاني يقدم وبره، هادب بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم شعاره. المركز الثالث احضرت سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وايضا القادمة احضرت الناوية عبد الله بن ثعلب بن حمد الهاجري قادمة بكل قوة، ايضا الحضور من شعارك يا بن دري المنصوري قادم في هذه اللحظات. بدأت المعركة، نعود الى الصدارة، نعود الى الغيلاني وشعار الغيلاني، والقادم مع المركز الثاني هادف بن حفصان المنصورية. ولكن رحبوا بالقادمة، رحبوا بالحذرة احمد بن علي بو نواس الاكتبية يقدم الحذرة بانجازاتها وبطولاتها. روح يا بو نواس روح، وبن حفصان مع المركز الثاني، ولكن بو نواس
بونواس هدف على الناموس. الله 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 على الحذرة احمد بن علي بونواس الاكتبية يقدم لنا شعار غادرت الحذرة، الحذرة بالانجازات بالبطولات بالسجلات الكبيرة. الله على الحذرة، سلام يا بونواس سلام. احمد بن علي بونواس الاكتبي المركز الثاني، اوصلت وبره هادم بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الثالث شعار الغيلاني. من قدم لنا متابعينا الكرام مسيرة راشد بن سالم بن علي الغيلاني المركز الرابع، وصلت الناوية عبد الله بن ثعيل بن حمد الهاجري والمركز الخامس، وصلت مع المركز الخامس جبار مبارك بن نصيب بن لويع العامري. تهانينا والناموس لمالك، سلام للهباب، سلام سلام يا العوير. 6 دقائق ثانية وحيدة، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا أحمد بن علي بونواس الاكتبي على هذا الفوز، المركز الثاني المركز الثاني وبره هادم بن حمد بن عفصان المنصوري. 6 دقائق 4 ثواني، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهادم بن عفصان المنصوري المركز الثالث، أوصلت مسيرة بشعار الغيلاني راشد بن سالم بن علي الغيلاني. تهانينا 6 دقائق 4 ثواني، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.